بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل خاتمة أعمالنا وأعمالنا إلى خير يا أرحم الراحمين. اللهم ما كان من خير فهيئه لنا، وما كان من شر فاصرفه عنا، لا يصرف السوء إلا أنت. بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن خير ما يشغل به المرء وقته هو تأمل في كتاب الله عز وجل، وعمل بآياته، وترنيم وترتيب لكلام الله عز وجل. وقبل أن نبدأ حديثنا عن التفسير والوقوف على آيات الله سبحانه وتعالى، فلا بد لنا من مدخل إلى هذا العلم العظيم الذي هو أعظم علوم الإسلام. بداية لا بد لنا أن نبين مكانة القرآن الكريم، فنقول إن أعظم ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة أن أنزل عليهم القرآن الكريم والكتاب المبين الذي فيه الهداية إلى كل خير والإرشاد إلى كل بر، فهو كلام ربنا عز وجل هدى ورحمة للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين، كيف وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمل العبد من قراءته ولا تنقضي عجائبه ولا تفنى درره. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الإخوة، إن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو آية بينة ومعجزة ظاهرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو معجزة أيضا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة. القرآن معجز من جهة لفظه ونظمه وبلاغته، القرآن معجز من جهة معانيه التي أخبر بها القرآن عن الغيب الماضي، وأيضا عن الغيبيات التي أخبر بها في المستقبل ووقعت في زمننا هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن معجز من جهة ما أخبر به عن المعاد وما يكون يوم القيامة. القرآن معجز من جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأمور العقلية وغيرها من الأمثال المضروبة. وكما هو معلوم لكل قارئ في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى تحدى بهذا الكتاب العرب الخطباء والشعراء الفصحاء، بل تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولكنهم عجزوا عن ذلك مجتمعين ومتفرقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هذا القرآن الكريم من تمام فضل الله عز وجل على عباده أن حفظ لهم هذا القرآن من أن تمسه أيدي التحريف أو التغيير والتبديل كما حرفت الكتب السابقة. فلا يمكن لأحد من شياطين الإنس والجن أن يزيد فيه حرفا إلا كشف، ولا أن يحاول تحريفا إلا فضح وعرف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال قتادة رحمه الله معلقا على قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال: حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو ينقص منه حقا، فهو كتاب لا يمكن للباطل أن يأتيه ولا لعدو للدين أن يغيره. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الإمام الطبري رحمه الله: لا يستطيع ذو باطل تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. وعن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. رواه الإمام مسلم. ومعنى قوله فلا يغسله الماء أي أنه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان. فلو غسلت المصاحف لمن غسل من الصدور ولما ذهب من الوجود. كتاب هذه قيمته لا بد أن يكون للمسلمين واجب تجاه هذا الكتاب العظيم. فنقول أنه يجب على كل مؤمن أن يحب هذا القرآن وأن يعمل بحلاله ويبتعد عن حرامه، يقف عند حدوده ويجعله نورا يمشي به في الناس. وقد أثنى الله تعالى على أهله والعاملين به فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وقد سمى الله سبحانه وتعالى أهل القرآن وحفظته أهل الله وخاصته. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ورفع الله تعالى شأنهم وأعلى مكانتهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك وجب علينا تدبر القرآن الكريم حتى يصح العمل به. لا يكتمل العمل بالقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام إلا بفهم معانيه وقصده ومراميه، لأن تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن ولا يتحقق. كيف وقد خاطبنا الله سبحانه وتعالى بقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أيضا أن كل كلام المقصود منه فهم معاني وليس مجرد القراءة أو سماع الألفاظ. والقرآن أولى بذلك، كيف وقد قال الله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأيضا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب أو الهندسة ثم لا يشرحوه، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، عملا بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة من القرآن. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أي عظمت قيمته. وقد أقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 10 سنين، وقيل 8 سنين كما ذكره عنه الإمام مالك. إذن نستطيع أن نقول إن علم التفسير هو أصل علوم القرآن كلها، وأول ما نشأ هذا العلم نشأ من هذه العلوم، وكانت نشأة التفسير بذرة طيبة نبتت وترعرعت في أحضان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفسر والمبين الأول عن الله تعالى هو رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أنزل عليه القرآن الذي طولب بأن يكون هو المبين والموضح والمفسر له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لكن كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود المطلوبة التي احتاج الناس إليها في زمنه، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع القرآن، أنه فسر جميع القرآن آية آية أو كلمة كلمة. لم يكونوا بحاجة إلى ذلك، لأن القرآن كان ينزل فيترجم إلى سلوك وواقع عملي، وكان هذا السلوك الواقعي هو أعظم ما يفسر القرآن ويبينه ويوضحه. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ولما وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا عنهم: كانوا قرآنا يمشي على الأرض. وأيضا لم يكن القرآن مفسرا من النبي صلى الله عليه وسلم آية آية وكلمة كلمة، لأنه كما هو معلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، وما تعارفوا عليه من استعمالاتها البلاغية المختلفة فكانوا فاهمين للكلام، لم يكونوا قد اختلطوا بعد بغيرهم من أصحاب اللغات الأخرى، وكانوا على فطرتهم السليمة وقريحتهم الصحيحة، فلم يحتاجوا إلى كثير من التفسير كما هو حالنا نحن اليوم. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وتفسيره للقرآن يقوم على القرآن نفسه، فما هو مبهم في موضع ربما نجده موضحا ومفسرا في موضع آخر، كما في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. بيّن الله عز وجل هذا الصراط في سورة النساء بأنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأحيانا
يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره على ما كان يوحى إليه من التفسير، كما في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة أعطانيه ربي، رواه البخاري. أو ربما يكون سبب النزول لهذه الآية مفسرا وموضحا لها، وأسباب النزول كثيرة نجدها مفرقة في كتب التفسير، ومنها بعض الكتب التي اختصت بجمع هذه الأسباب. لهذا وغيره لم يكن ثمة حاجة إلى تدوين التفسير في عهده صلى الله عليه وسلم، لأمور عدة اقتضتها النبوة، منها النهي عن تدوين شيء غير القرآن آنذاك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه الإمام مسلم. فإذا نجد أن من الحكمة في عدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كاملا مفصلا، ولم تكن هذه الأمور مدونة أيضا في عهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفسح لنا المجالات الواسعة لظهور علوم الحضارة الإسلامية التي هي مئات العلوم المتعلقة بعلوم القرآن وغيره. فكان أول ما ظهر علم تفسير القرآن، وصار بعد ذلك محتاجا إلى إظهار كافة علوم القرآن علما علما. فالمفسر يحتاج في تفسيره إلى معرفة القراءات الواردة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القراءات بمثابة بيان للقرآن وتفسير له. وكذلك احتاج في تفسيره إلى معرفة علوم نزوله المكي والمدني، وما نزل أولا وغير ذلك من علوم القرآن التي يكرمنا الله عز وجل إن شاء الله بالحديث عنها. وكان كلما تباعد الزمان عن وقت الوحي قلت الحاجة إلى ذلك في زمن التنزيل، لقربهم من التعامل الذاتي مع الوحي وشارحه المكلف بالبيان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة إذن أن يكون التفسير هو أم علوم القرآن كلها، وأنها إنما ابتكرت ونشأت هذه العلوم لخدمة التفسير. وهذا التفسير أيضا علم خادم لكتاب الله عز وجل، وعلوم القرآن كلها كما ذكرنا أو جلها على أقل تقدير خادمة لعلم التفسير. ولذلك كان من اللازم علينا أن نجعل قبل قراءتنا للتفسير مدخلا لهذا التفسير وعلومه. أيها الإخوة، لا بد لنا قبل أن نشرع في التفسير أن نعرف ما معنى كلمة التفسير. التفسير لغة مأخوذة من الفسر، وهو الإبانة والكشف. الفسر البيان، قال: فسر الشيء يفسره، أو يفسره بكسر السين ويفسره بالضم فسرا، وفسره أي أبانه. فإذا التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، واصطلاحا هذا في اللغة. أما اصطلاحا وهو ما يهمنا، نقول هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. ولا بد لنا أن نشير أيضا إلى كلمة التأويل. نقول بعضهم ذهب فقال إن التفسير والتأويل معناهما واحد، وقالوا أيضا أن التأويل هو رد أحد الأمرين المحتملين إلى ما يطابق المعنى الظاهر، ونحن نكتفي بالقدر الذي عرفناه للتفسير. نأتي الآن أيها الإخوة إلى نشأة التفسير ومراحله. كان القرآن الكريم كما تعلمون ينزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منجما يعني على المناسبات، يعني لم ينزل دفعة واحدة، على مدى 23 عاما. طبعا طريقة نزول هذا القرآن منه ما كان ينزل على حسب الحوادث
والأسباب، فيكون هذا السبب بيانا وتفسيرا للقرآن الكريم. ومن القرآن ما نزل ابتداء، يعني لم يكن بسبب واقعة وقعت، وهذا أيضا يكون فيه من بواطن العلم ما لا يعرفه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفسره ويوضحه للناس كما ذكرنا وكما تقدم في تفسير سورة الكوثر مثلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المصدر الأول للتفسير والمرجع الأساسي المبين لمراد الله تعالى على وجه الحقيقة. بعد ذلك انتقل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة كتاب الله وبيان معاني آياته إلى فئة معينة من أصحابه رضي الله تعالى عنه، وكانوا 16 نفرا هم أعلم الأمة بكتاب الله، وهم من الرجال أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن الزبير، أنس بن مالك، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كلهم من الرجال. ومن النساء عائشة رضي الله تعالى عنها. أما 6 نفر الأخيرة فلم يروى عنهم من التفسير سوى النذر اليسير، وبقي علم التفسير منحصرا في 10 رجال الأول، الخلفاء 4 ونزيد عليهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري. غير أن المكثرين منهم في رواية التفسير أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء 10 انتهى علمهم إلى 4 منهم، سنذكرهم أيضا في الترتيب التالي بحيث الأكثر فالأقل، أكثرهم تفسيرا عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وعلى علم هؤلاء 4 نما علم التفسير وترعى، ونشأت على أيديهم أهم مدارس التفسير فيما بعد عندما تفرق الصحابة في الأمصار بسبب نقل الخلافة الإسلامية من المدينة إلى الكوفة في زمن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبسبب أيضا انتشار الفتوحات الإسلامية. فنشأت المدرسة المكية في التفسير على يد ابن عباس رضي الله عنهما، ونشأت المدرسة المدنية على يد أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في المدينة، ونشأت مدرسة العراق في الكوفة على يد عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ويكون بهذا انتقل التفسير من المرحلة الأولى في عصر الصحابة إلى المرحلة الثانية في عهد التابعين، ثم انتقل من صدور التابعين إلى صدور أتباع التابعين. كان التفسير خلال هذه العهود الثلاثة يحتفظ بطابع الرواية والمشافهة من الصدور إلى الصدور، لأنه كان جزءا لا يتجزأ من علم الحديث، حتى ما جرى عليه علم الحديث بعد ذلك من التدوين في أواخر عهد الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. إذن نعود إلى 4 المكثرين في التفسير من الصحابة. ذكرنا أن التفسير قام في باكورته الطاهرة الأولى على جهود 16 صحابيا شاركتهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة، فكان لجهود هؤلاء فضل السبق في خدمة القرآن الكريم وإرساء المادة العلمية القيمة لعلم التفسير الذي هو الغرض الأول من إنزاله ليكون عقيدة وتشريعا وأخلاقا وإرساء لدعائم الحضارة الإسلامية. هكذا شاء الله عز وجل أن تقوم على عاتق هؤلاء 4 أهم مدارس التفسير، وأن يكون حظ التابعين من علمهم الحظ الموفور، وأن تمتد بهم في أشخاص تلاميذهم السمة الأساسية لتفسير كتاب الله عز وجل. ومما تجدر الإشارة إليه أيها الإخوة أن كلمة مدرسة هنا لا تعني بناء خاصا لتلقي علم التفسير كما هو الحال في زماننا، ولكنه تعبير مجازي عن بداية الاستقرار لتلقي العلم في
في مكان ما، ربما يكون المسجد، ربما يكون البيت، ربما يكون السؤال في الطريق العام من التلميذ للأستاذ. أيا ما كان، فقد أصبح لابن عباس تلاميذ من التابعين في مكة، لأبي بن كعب تلاميذ من التابعين في المدينة، لعلي بن مسعود تلاميذ في العراق. ونلقي ضوءا بسيطا على كل مدرسة وأشهر تلامذتها باختصار شديد إن شاء الله. مدارس التفسير. المدرسة المكية في التفسير وأشهر تلاميذها. هذه المدرسة المكية شيخها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر بالشعب في مكة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس 13 سنة، وقيل 15 سنة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لقربه منه، لأن خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. مات ودفن بالطائف 69 للهجرة، وله من العمر 70 سنة. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن. حظي ابن عباس رضي الله عنه بموهبة علمية فذة، جعلته على درجة عالية من الاجتهاد ومعرفة تامة بالفقه ومعاني كتاب الله عز وجل، مما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع منزلته عنده ويدنيه منه ويقربه من مجالس كبار الصحابة ومتقدميهم في السن والمنزلة، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقدم لنا بنفسه هذه الصورة في بيانه الذي نقله البخاري إلينا. يقول ابن عباس: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه وقالوا: لما تدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، فقال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. أخرجه البخاري. إذن لم يصل ابن عباس إلى هذه المنزلة إلا بشيئين هامين: الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما رواه البخاري. الثاني دأبه على تحصيل العلم، فقد مكث يعقل النبوة والوحي 8 سنوات على الأقل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته أم المؤمنين ميمونة، فنهل من بيت النبوة في تلك الفترة ما شاء الله له أن ينهل. وبعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه، انصرف ابن عباس إلى كبار الصحابة يستزيد من علمهم ويتزود من معارفهم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، فأدرك ما فاته في صغره منهم، ولحقت به دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. روى الأعمش عن أبي وائل قال: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فقرأ في خطبته سورة البقرة، أو قال سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. وقيل لطاووس: لزمت هذا الغلام أي ابن عباس وتركت أكابر الصحابة؟ فقال: إني رأيت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا أي اختلفوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس، وقد لقبه محمد بن الحنفية بحبر الأمة بعد أن دفنه بيده في الطائف، قال: مات والله اليوم حبر هذه الأمة.
ولعل أصدق عبارة تشرح منزلة ابن عباس رضي الله عنه بوضوح لا لبس فيه ولا غموض تلك الجملة العظيمة للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقرض علم ابن عباس في التفسير فيقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. تلاميذ المدرسة المكية وأشهرهم أخذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مكة ثلة من التابعين، على رأسهم سعيد بن جبير بن هشام الأسدي رضي الله عنه، أبو محمد حبشي الأصل أسود اللون أبيض الخصال، أخذ عن ابن عباس القراءة والتفسير وهو ثقة حجة، مجاهد بن جبير أبو الحجاج المخزومي أوثق تلاميذ ابن عباس من القراء المشهورين، كان آية في التفسير يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. توفي بمكة سنة 400 وهو ساجد لله تعالى. عكرمة مولى ابن عباس أصله من البربر بالمغرب، توفي أيضا رحمه الله سنة 400 للهجرة. طاووس بن كيسان اليماني الحميري أبو عبد الرحمن كان على جانب عظيم من الورع والتقوى، حتى صار شيخ اليمن، جالس أكثر من 50 صحابيا، وكان خبيرا متقنا لمعاني كتاب الله تعالى. توفي أيضا سنة 600 بمكة المكرمة أثناء حجه إليها. عطاء بن رباح المكي القرشي أبو محمد كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، زينه الله تعالى بالعلم ونوره بالورع وأفاض عليه من نوره، مع أنه رحمه الله كما ذكروا عنه كان أسود أعور أفطس أشل أعرج، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه بعلمه فلم يدانيه أحد منا. ثانيا، المدرسة المدنية في التفسير وأشهر تلاميذها شيخها أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي المنذر، وكناه عمر رضي الله عنه بأبي الطفيل أحد السابقين من بني النجار إلى الإسلام المسارعين لقبوله، شهد بدرا والعقبة، أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، من السابقين في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة القرآن كتابة وحفظا وعلما بقراءاته، مات في خلافة عمر رضي الله عنه، قال فيه عمر: أبي سيد المسلمين. مكانة أبي في التفسير خاصة وفي العلم بصفة عامة، ذكرنا أنه كان أحد كتاب الوحي وأحد الحفاظ وأحد القراء المشهورين في الإسلام، سماه الله تعالى لنبيه وطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: نعم. فجعل أبي يبكي رضي الله تعالى عنه، ما أعظمها من منقبة. فقيل له: وفرحت بذلك؟ وبكى من الفرح. قال: وما يمنعني؟ والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان رضي الله عنه أكثر الصحابة علما بجودة قراءته. هذه الأدوات وغيرها جعلته أهلا للعلم بالتفسير وروايته. أخذ التفسير على يديه أيضا جمهرة من الصحابة من أمثال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، كما أنه يعتبر مرجعا هاما للصحابة، لذلك فإن ما يصل إلى أيدينا من تفسير أبي إذا صحت الرواية عنه له قيمة علمية على جانب عظيم من الأهمية. تلاميذ المدرسة المدنية حمل علم أبي رضي الله عنه في المدينة أناس كثيرون من التابعين، وكان لهؤلاء التابعين طرق اشتهرت، منها طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه، وهذا طريق صحيح، أخرج منه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والإمام أحمد رضي الله عنه. طريق وكيع عن سفيان
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه. وهذا الطريق أيضا على شرط الحسن يخرج منه أيضا الإمام أحمد في مسنده. المدرسة الكوفية في التفسير وأشهر تلامذتها، شيخها ورائدها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن المضري الشهير بابن أم عبد نسبة إلى أمه، وهو سادس من أسلم وأول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه قصيرا نحيفا خفيف اللحم شديد الأدمة، كان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر شؤونه، فهو صاحب طهوره وسواكه ونعله، يلبسه إياه إذا قام ويخلعه ويحمله في يده إذا جلس، يمشي أمامه إذا سار ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام، ويلج عليه داره بغير حجاب، حتى ظن من رآه لأول مرة أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر الهجرتين وصلى القبلتين وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد، بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان، كما أنه شهد اليرموك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له أيضا بالفضل، مات في المدينة ودفن في البقيع سنة 32 للهجرة، وعمره 64 سنة. منزلته في العلم رضي الله عنه، كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه. يقول ابن مسعود: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. قيل لحذيفة بن اليمان: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه. قال: لا نعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة. أقام ابن مسعود في الكوفة ما شاء الله له أن يقيم، يعلم أهلها الحديث والتفسير والفقه، وأسس في الكوفة أيضا علم أهل الرأي، حيث كان لا يتردد في أن يبدي رأيه في الوقائع النازلة عندما لا يجد نصا بين يديه. ولقد نشأت مدرسة الرأي على يديه، وامتدت حتى ذاع صيتها في منتصف القرن الهجري على يد أبي حنيفة وأصحابه، ويعد عبد الله بن مسعود أساس هذا المذهب. أما منزلته رضي الله تعالى عنه في التفسير، فتظهر منزلته في ثنايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكانته. يقول ابن مسعود عن نفسه: لما بلغه تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف، لقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. قال أبو وائل: فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت أحدا من أصحاب محمد ينكر ذلك علي. ويقول ابن مسعود: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ويقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذه شهادة ابن مسعود على نفسه، وهي شهادة ما قصد بها التعالي ولا التفاخر ولا التباهي، إنما قصد بها البيان والإيضاح وفضل الله عليه
أن ما عنده من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأسرع أن يحمل عنه حتى لا يضيع بذهابه. أما شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود، يقول ابن مسعود هو أيضا: إن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والغض هو الطري من كل شيء الذي لم يتغير، وقيل هو الثمر أول ما يطلع، والمعنى أنه يحفظه ويقرأه كما أنزله الله مع التزام أحكامه وجمال الصوت. وقيل أراد طريقته في القراءة وهيئته فيها، وقيل أراد الآيات التي سمعها منه من أول سورة النساء وبعد سماع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عبد الله بن مسعود، جعل يقول في حقه: سل تعطى سل تعطى. وهذه شهادة له أن قراءته مقبولة ودعوته مستجابة. وهذا الحديث لا شك فيه منقبة جليلة وفضل عظيم لابن مسعود، وهو ممن حفظ القرآن وضبطه. قال عقبة بن عامر: ما أدري أحدا أعلم منه بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل. قال تلميذه مسروق: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. أشهر الطرق عن ابن مسعود: طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، طريق مجاهد عن أبي معمر، طريق الأعمش عن أبي وائل، طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني، طريق أبي روق عن الضحاك وغيره. أما الطرق الثلاثة الأولى اعتمدها البخاري في صحيحه، وأما طريق السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن فحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد جمع من الأئمة فيهم شعبة والثوري. وأما الطريق الخامس عن الضحاك عن ابن مسعود، حكم عليه العلماء بالانقطاع، لأن الضحاك لم يلقى ابن مسعود رحمهم الله، لم يلقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الشيخ الثاني في المدرسة العراقية أو المدرسة الكوفية هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره وأول من أسلم من الأحداث، وشهد المشاهد كلها. آخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت أخي في الدنيا والآخرة. مكانته رضي الله تعالى عنه في العلم لا تخفى، لا أحد يستطيع أن ينكر سعة علمه وقوة حجته وسلامة استنباطه ونضج عقله ورجاحة قضائه. فكان كما قال ابن عباس مرجع الصحابة في التفسير، كما كان علي رضي الله عنه مرجعهم في القضايا المعضلة، وكما كان تفسير ابن عباس بركة دعوة رسول رب العالمين، كان قضاء علي وهدى قلبه فيه دعوة رسول رب العالمين أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. وقال: لأعطين الرجل راية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن فأوفى وأجاد، ورجع إليه الصحابة رضي الله عنهم في معضلات الأمور حتى صار يضرب به المثل فيقال: قضية ولا أبا حسن لها. أما مكانته في التفسير رضي الله تعالى عنه بصفة خاصة، فقد جمع إلى جانب مهارتي القضاء والفتية العلم بالقرآن. شهادته هو رضي الله تعالى عن نفسه وشهادة علماء الصحابة خاصة المفسرين منهم. أما شهادته عن نفسه فيقول: سلوني فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم، سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم، أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل، وأخرج أبو نعيم في الحلية عنه: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت، وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وأما شهادة علماء الصحابة له، قال فيه ابن مسعود: إن القرآن أنزل على 7 أحرف
ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. أما الروايات عن علي رضي الله عنه، قد بلغ ما روي عن علي رضي الله عنه حدا من الكثرة تداني في الكثرة ما ورد عن ابن عباس، ولكن هذه الروايات ليست كلها ترتقي إلى مرتبة الوثوق بها، ولذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فيما يرونه عنه إلا على ما كان من طرق الإثبات من أهل بيته أو من أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وغيرهم. أهم هذه الطرق طريق هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وهو طريق صحيح. طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي، وهذا الطريق غالب ما عند سفيان بن عيينة وهو صحيح. طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن جده علي، وهذه أصح الطرق، بل عدها البعض من أصح الأسانيد مطلقة، وغيرها من الطرق. هنا نقول أيها الإخوة أنه بعد أن قدمنا بين أيدينا أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن علموا الكتاب والحكمة وعكفوا على تفسير آيات الله وكانوا أقرب إلى تأدية مراد الله ممن جاء بعدهم، فنهلت الأجيال من فيض معينهم وغزير ما أعطوا من فقه الوحي، فبنوا هذا العلم علم التفسير وأقاموه على أعمدة صحيحة راسخة، هم أشهر بناتها، فحق لنا أن نحفر أسماءهم في ذاكرتنا وذاكرة التاريخ لعلم التفسير والمشتغلين فيه رضي الله عنه. وهنا لنا أيضا أن نقول إذن بالرغم من كثرة الصحابة ووفرتهم وتلقيهم بمجموعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنهم جميعهم رضي الله تعالى عنه أنهم فسروا كتاب الله سبحانه وتعالى، بل كان الاختصاص هو الحكم وهو الفيصل، فلم يفسر القرآن إلا من كان مختصا بالقرآن الكريم وعلومه ولغته وما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يملك الأدوات التي سنتحدث عنها إن شاء الله في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا من هذه المدارس، مدارس التفسير وشيوخها وتلاميذتها. نأتي الآن إلى أقسام التفسير وأنواعه، ولو شرعنا بهذا التقسيم ثم نكمل إن شاء الله في إن فسح لنا المجال في دروس قادمة إن شاء ربي عز وجل وأكرمني الله وإياكم بذلك. أقسام التفسير وأنواعه، ورد في ذلك بيان عن أقدم إمام في التفسير وهو رئيس المفسرين كما ذكرنا، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، نورده بلفظه. قال ابن عباس: التفسير أربعة أقسام، قسم تعرفه العرب في كلامها، وقسم لا يعذر أحد بجهالته من الحلال والحرام، وقسم يعلمه العلماء خاصة، وقسم لا يعلمه إلا الله وحده. قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن: وهذا تقسيم صحيح. أما التفسير الذي تعرفه العرب بلغاتها فهو ما يرجع إلى اللسان العربي من اللغة والإعراب وعلوم العربية، أما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يظهر للأفهام معرفة معناه من القرآن ظهورا لا خفاء فيه، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه واضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير. قال: وأما التفسير الذي يعلمه العلماء فهو ما يرجع إلى اجتهادهم ودقة نظرهم باستنباط دقائقه من المعاني الخفية أو أوجه البلاغة المعجزة أو الأحكام الفقهية أو غير ذلك بحسب اختصاص العالم الباحث. القسم الرابع هو ما يتعلق بحقائق المغيبات كالروح والملائكة والبعث
النشور مما اختص الله سبحانه وتعالى بها علمه، فهذا يفوض علمها على حقيقتها إلى الله تعالى. وهنالك قسم عام يقول به بعض الباحثين فيقسمه إلى قسمين اثنين هما، يقول: تفسير جاف لا يتجاوز حل الألفاظ وإعراب الجمل وبعض النكت البلاغية، تفسير هادف غرضه تجلية هدايات القرآن الكريم وتعاليمه وحكمة الله فيما شرع للناس، وأيضا أقسام التفسير من حيث منهجه العلمي، وهو ثلاثة أقسام: تفسير بالرواية، وأيضا يسمى التفسير بالمأثور، تفسير بالدراية ويسمى أيضا التفسير بالرأي أو التفسير بالاجتهاد، وتفسير بالإشارة ويسمى أيضا التفسير الإشاري. وهذا التقسيم الأخير، أعني المأثور والتفسير بالرأي والإشارة، هو ما يجري عليه العمل في الأوساط التعليمية، لأنه أقرب تفريعا إلى النواحي العلمية المتعلقة بدراسات الجامعية والمدرسية. وسنتحدث عن كل نوع أو قسم من هذه الأقسام الثلاثة إن شاء الله تعالى. ما هو بقي معنا إن شاء حوالي 5 دقائق أو 6 دقائق. أخونا أبو عامر إن كان في أحد، هل نرجع الكلام المأثور وإلى الدرس القادم مع تفسير بالرأي والإشارة؟ ما رأيكم؟ جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ما راح أسئلة جميلة وعرض جميل وتطواف جميل بعلوم القرآن بعلوم التفسير، فجزاك الله عنا كل خير وعرفتنا إلى أعلام هذا العلم و أقسامه، جزاك الله عنا كل خير وأحسن الله إليك. إن كان عند الإخوة سؤال أو تعليق أو مداخلة فليتفضل.